أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. اليوم إن شاء الله لدينا الوحدة الثانية، تقويم ودعم إذن الحياة الثقافية والفنية. عندنا نص الإشعاع المغربي في إفريقيا، إذن قرأوا النص قراءة جيدة، بعد ذلك نجيب على الأسئلة. إذا أحبتي الصغار ما تنساوش أنكم تشتركوا عندي في القناة، هالشي كيفرحني بزاف. كذلك أيضا تخليوا لي جيم الفيديو إلى عجبكم طبيعة الحال الشرح ديالي. لكن عندكم شي تساؤل أو شي كومنتر أو شي تعليق خليوه لي في بلاصة التعليقات، فأنا أكيد كنقرأ جميع التعليق ديالكم. وعطلة سعيدة للجميع، وما تنساوش أنكم تراجعوا الدروس ديالكم استعدادا للامتحانات إن شاء الله اللي جاية في الأسبوع القادم. إذا نبدأ قراءة النص، إذا بعنوان الإشعاع المغربي في إفريقيا. جميل. إذا كان المغرب دائما ولا يزال قبلة إشعاع روحي قوي في نشر العقيدة الإسلامية والثقافية المغربية والعربية بإفريقيا، وذلك بفضل ما تقوم به البعثات التعليمية التي تقصد المغرب للدراسة وانتقال العلماء المغاربة إلى إفريقيا للدرس والتلقين داخل المساجد الكبيرة والفسيحة التي أنشأها المغرب هناك، فضلا عن المراكز العلمية والتعليمية العامرة بالكثير من أبناء الدول الإفريقية التي دخلتها الدعوة الإسلامية من مثل السنغال ونيجيريا ومالي والنيجر وغيرها. إضافة إلى هذا، فإن الدروس الحسنية تحظى باستقطاب العلماء والمفكرين الإسلاميين من المغرب وإفريقيا وباقي دول العالم من دروس رمضانية تعنى بشرح معاني القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية وتحليلها بما يلائم مستجدات العصر. ويتم نقل هذه الدروس وكل البرامج الدينية عبر موجات إذاعة محمد السادس وقناة السادسة التلفزية لتعرض داخل المغرب وخارجه. ولم يكتفي المغرب بهذا فقط، بل إنه أنشأ معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الدينيين، فاستقطب الكثير من الأئمة المغاربة والأفارقة ومسلمي العالم، وصار معلمة كبرى من معالم الإشعاع الديني والثقافي بالمغرب، وإليه تضاف عمليات توزيع الآلاف المصاحف من القرآن الكريم برواية ورشة التي تعكس اختيارا مشتركا بين المغرب وبعض دول إفريقيا التي تنهج وحدة المذهب المالكي الذي انتقل إليها من المغرب خلال قرون خلت. وهكذا، فبعد أن كان العلماء والرحالة يقطعون بقوافلهم المسافات لينشروا التعاليم الإسلامية ذات البعد الثقافي المغربي، قام المغرب بإحياء هذه الصلات الحضارية وتجديدها بشكل أقوى ليحمل معه بشائر التنمية والتضامن الإنساني وتنشيط الاقتصاد والاستثمار. إذن عن كتاب، هذا هو مصدر ديال النص، عن كتاب ملك الإشعاع الروحي، إذن تنسيق محمد الأشب، منشورات أول ميديا، غشت، إذن 2015، صفحة 71 و79 بتصريف. إذن جميل. إذن دابا غادي نمشيو إلى فقرة إذن الفهم القرائي. إذن عندنا السؤال الأول هو: أكمل الجدوى بكلمات من عائلة إشعاع. إذن غادي ناخدو من عائلة كلمات إشعاع. إذن ضروري خصكو يكونوا في هاد الحروف هادو. إذن جميل. إذن مثلا هنا عندنا إشعاع، إذن شعاع، أشعة، مشعة. ثم ممكن لكم تختاروا أي كلمة، المهم تكون من هاد العائلة هذه ويكونوا فيها هاد الحروف هادو. بحال مثلا هنا إشعاع، شعاع، أشعة، مشعة. جميل. إذا دابا عندنا هنا السؤال الثاني: أكمل خريطة كلمة أنشأ. جميل. إذا أحسنتم. إذا هنا عندنا خريطة كلمة أنشأ، عندنا إذا نوعها، إذا نوع هذه الكلمة هذه فهي فعل، إذا أنشأ فعل، إذا نوعها فعل،
جميل. هنا عندنا ضدها هي هدم، ضد ديال انشا هي هدم او دمر. اذا اكتبوا لنفسكم سواء دمر او اهل او هدم. اذا جميل، اذا انا كتبت لكم هنا هدم. هنا عندنا المرادف ديال، المرادف ديال كلمه انشا هي اسس. مرادف كلمه انشا هو اسس. هنا عندنا تركيبها في جملة مفيدة، إذا نركبها في جملة. إذا أنشأ المغاربة حضارة عريقة، أنشأ المغاربة حضارة عريقة. جميل. دابا غادي نمشيو للأسئلة إذا الموالية. إذا هنا عندنا السؤال الثالث يقول أحدد معاني الكلمات الآتية انطلاقا من النص. عندنا نشر، التلقين، استقطب، ثم عمق. هنا عندنا نشر هي اذاعه، ماذا؟ اذاعه. جميل. وهنا عندنا التلقين هو التعليم، التلقين هو التعليم. هنا عندنا استقطب، اذا استقطب كتعني جذب، جذب. جميل. هنا عندنا عمق كتعني البعد. اذا اعيد، نشر هي اذاعه المعنى ديالها، التلقين هو التعليم، استقطب جذب، ثم عمق بعد. احسنتم. عندنا السؤال الرابع، اتمم الجمل بما يناسب انطلاقا من النص. علاش نقول لكم قراو النص قراءه جيده، فهكا كتكونوا ضامنين راسكم انكم فهمتوا النص وغتجاوبوا على الاسئله ديالو اجابات صحيحه. جميل. هنا عندنا المغرب قبله، اذا المغرب قبله كلو نكملوه. اذا المغرب قبله، قبلة في نشر العقيدة الإسلامية والثقافية المغربية والعربية في أفريقيا. إذا أعيد، المغرب قبلة في نشر العقيدة الإسلامية والثقافية المغربية والعربية في أفريقيا. جميل. هنا عندنا الظروف الحسنية، إذا الظروف الحسنية تحظى باستقطاب العلماء والمفكرين الإسلاميين من المغرب وإفريقيا. إذا جميل، أعيد، إذا تحظى باستقطاب العلماء والمفكرين الإسلاميين من المغرب وإفريقيا. أحسنتم. هنا عندنا الأفارقة المسلمون اهتموا، إذا الأفارقة المسلمون اهتموا بالدروس الحسنية التي كانت تبث في رمضان، إذا وتسمى بالدروس الحسنية الرمضانية. جميل. حيث إلا لاحظتوا معايا فكل رمضان يعني في القناه، في القناه، في القناه السادسه كتكون، واعتقد حتى في القناه الاولى كتكون هنالك دروس حسنيه رمضانيه، كيجيو لها يعني علماء وعلمات من سائر العالم كيلقاو الدروس ديالهم. اذا تمك. جميل. اذا اعيد، الافارقه المسلمون اهتموا بالدروس الحسنيه. اذا دابا غادي نمروا للسؤال الموالي. عندنا السؤال يقول أحدد أسماء الدول الإفريقية التي لم يذكر ذكرها في النص. إذا إلى رجعنا للنص، فالدول التي لم تذكر في هذا النص هي الجزائر والحبشة. إذا اتفقنا، الدول التي لم تذكر في النص، التي لم يأتي ذكرها في النص، هي الجزائر والحبشة. أما الدول التي ذكرت في النص فعندنا مالي، السنغال، ثم نيجيريا. جميل. هنا عندنا السؤال السادس، أذكر البشائر الجديدة التي قوى أو قوى بها المغرب إشعاعه في إفريقيا. إذا أصدقائي الأطفال، عندنا هنا إذا البشائر الجديدة التي قوي بها المغرب بإشعاعه على إفريقيا. إذا هنا عندنا هي نشر العقيدة الإسلامية والثقافة المغربية والعربية بهذه الدول، إضافة إلى تأسيسه للمعاهد والمدارس التي تهدف إلى تكوين الأئمة والمرشدين. إذا أعيد، البشائر هي عفوا نشر العقيدة الإسلامية والثقافية المغربية والعربية بهذه الدول، إضافة إلى تأسيسه لمعاهد والمدارس أو للمعاهد والمدارس التي تهدف إلى تكوين الأئمة والمرشدين. جميل. إذا السؤال الموالي عندنا السؤال السابع، يقول أحدد الدول التي تقوم به أحدد الدور الذي تقوم به إذاعة محمد السادس.
إذن الدور الذي تقوم به إذاعة محمد السادس إذن هو نشر الدروس الرمضانية التي تغني شرح معاني القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية داخل المغرب وخارجه. إذن فهذه تبث يعني في إذاعة. إذن ف يعني أي واحد بغى من أي دولة كان غادي يسمع، يعني ماشي مقتصرة فقط على المملكة المغربية. إذن جميل. إذن أعيد، الدور الذي تقوم به إذاعة محمد السادس هو نشر الدروس الرمضانية التي تغني شرح معاني القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية داخل المغرب وخارجه. إذن جميل. عندنا الآن إذن السؤال الثامن، ألخص الفقرة الأولى من النص. إذن أصدقائي الأطفال، كنا نقولوا يعد المغرب وجهة قوية لإفريقيا بفضل نشره للعقيدة الإسلامية والثقافة المغربية والعربية بإفريقيا، حيث أنشأ العديد من المساجد والمراكز العلمية، مما جعله الأكثر إشعاعا مقارنة مع باقي الدول. إذن عودوا الفكرة، يعد المغرب وجهة قوية لإفريقيا بفضل نشره للعقيدة الإسلامية والثقافة المغربية والعربية بإفريقيا، حيث أنشأ العديد من المساجد والمراكز العلمية، مما جعله الأكثر إشعاعا مقارنة مع باقي الدول. إذن الآن نمر إلى السؤال التاسع، أسوغ الفكرة العامة للنص. إذن هنا فقط السؤال الثامن درنا فكرة عامة فقط للفقرة الأولى، هنا طلبوا منا الفكرة عامة لجميع الفقرات أي جميع النص. إذن أطفال الصغار، كنا نقولوا يتحدث النص عن الإشعاع المغربي في إفريقيا الذي كان دائما السباق في نشر الدين الإسلامي والثقافة المغربية والعربية بهذه الدول، وذلك عبر إنشائه للعديد من المساجد والمراكز العلمية. إذا نعود الفكرة عامة للنص، يتحدث النص عن الإشعاع المغربي في إفريقيا الذي كان دائما السباق في نشر الدين الإسلامي والثقافة المغربية والعربية بهذه الدول، وذلك عبر إنشائه للعديد من المساجد والمراكز العلمية. جميل. إذن عندنا السؤال الموالي، إذن أعبر عن رأيي في الدور الديني الذي يقوم به المغاربة في أفريقيا. إذن كلكم تقولوا، فإذن العلماء أو المغاربة إذن يقومون بدور جبار في نشر التعاليم الإسلامية. إذن ممكن نقول مثلا إذن يقوم المغاربة بدور جبار في نشر تعاليم ديننا الحنيف. أحسنتم. إذن دابا عندنا السؤال الحادي عشر، إذن كان العلماء المغاربة يقطعون مسافات راجلين إذن للسياحة أو لنشر العلم، بطبيعة الحال لنشر العلم. إذن الآن غادي نمر للصفحة 74، عندنا الأنشطة اللغوية. إذن السؤال أول، أشكل الجمل الملونة بالأزرق في النص. إذن شكلها بالطريقة هذه، سأل صحفي مغربي عن الثقافة المغربية فأجابه، الثقافة المغربية مكسب نبيل حصل الأفراد عليه بالتعليم والمعاشرة وربط العلاقات، والمغربي متمسك بثقافته. إذن هذا الشكل هذا غادي نشكلوا هذا النص هذا. إذن أعيد، سأل صحفي مغربيا عن الثقافة المغربية فأجابه، الثقافة المغربية مكسب نبيل حصل الأفراد عليه بالتعليم والمعاشرة وربط العلاقات، والمغربي متمسك بثقافته. هذا السؤال الثاني، أملأ الجدول بما يناسب. إذن هنا عندنا المفرد، المثنى، المذكر، جمع المذكر، المفرد، المؤنث، المثنى، المؤنث، إذن جمع المؤنث. إذن أعطونا هنا في المفرد المذكر صحفي، صحفي. إذن المثنى المذكر، إذن عندنا جوج، اش غنقولوا؟ صحفيان، صحفيان. هنا عندنا جمع مذكر صحفيون، صحفيون. عندنا المفرد المؤنث يعني وحدة، وأنت غنقولوا صحافية، صحافية. هنا عندنا مثنى مؤنث، إذا جوج ديال الإناث، غنقولوا صحفيتان،
صحفيتان. جميل. هنا عندنا جمع المؤنث صحفيات، صحفيات. جميل. هنا عندنا الأفارقة، إذا المفرد المذكر هو إفريقي. جميل، إفريقي. هنا عندنا مثنى مذكر يعني جوج ديال الذكورة، غنقولوا إفريقيان، إفريقيان. عندنا الجمع، إذا جمع يعني بزاف ديال الذكور، غنقولوا أفارقة، أفارقة. إذا جميل. هنا عندنا مفرد مؤنث يعني أنثى، إذا غنقولوا إفريقية، إفريقية. يعني عندنا مثنى مؤنث يعني جوج ديال الإناث، غنقولوا إفريقيتان، إفريقيتان. جميل. وهنا عندنا جمع مؤنث يعني بزاف ديال الإفريقيات، غنقولوا إفريقيات، إفريقيات. جميل. ويمكننا نقولوا، يمكننا ننطقوا هذا الألف هذا بإي أو أ، كلاهما صحيح. يمكننا نقولوا أفريقي، أفارقة، بحال مثلا إفريقية أو أفريقية، أفريقيتان أو إفريقيتان. يمكننا نديروا الهمزة هنا أو لتحت، يعني كلاهما صحيح. هنا عندنا العالم، إذا مفرد مؤنث، عندنا عالم ثاني خطأ، حيث هذا مفرد مثنى مؤنث. إذا هنا عندنا عالمة، المفرد ديال مؤنث إذا غادي يكون عالمة، هذا راه خطأ. إذا هنا عندنا المفرد المذكر عالم، يعني الذكر. مثنى مذكر يعني جوج العلماء، غنقولو عالمان. بزاف ديال العلماء أو جمع مذكر، غنقولو علماء، علماء. هذا كما قلنا مفرد مؤنث يعني وحدة، وانت نقولو عالمة ماشي عالمتان، عالمة. هنا عندنا مثنى مؤنث، غنقولو عالمتان، صحيح. هنا هذه غادي نجيبوها هنا، عالمتان. هنا عندنا جمع مؤنث يعني بزاف ديال العالمات، غنقولو عالمات، عالمة. جميل. إذا الآن غادي نشوفو إذا السؤال الثالث، أضع اسما مناسبا مكان النقط. هذه المعالم شاهدة على حضارة المغرب. إذا درنا هنا المعالم، إذا هذه المعالم شاهدة على حضارة المغرب. إذا الجمل الموالية، يفضل أحمد التمثيل، يفضل أحمد ماذا؟ التمثيل. جميل. هنا عندنا أصنف الأفعال الآتية، إذا أصنف الأفعال الآتية في الجدول حسب نوعها. عندنا هنا سأل، ربط، عد، مسك، بدأ، أخذ، كسب، رد، ثم شد. عفوا. إذا هنا عندنا غادي نعزلوا الأفعال السالمة، الأفعال المهموزة، والأفعال المضاعفة. إذا الأفعال السالمة هنا عندنا ربط، مسك، كسب. ربط، مسك، كسب. هنا عندنا الأفعال المهموزة اللي فيها همسة، سأل، بدأ، أخذ. سأل، بدأ، أخذ. أفعال مضاعفة يعني اللي فيها حرفين من جنس واحد، يعني أو شدة هكا أو تضعيف، عندنا عد، رد، وشد. إذا عد، رد، شد. جميل. إذا دابا غادي نمشيو للأسئلة الموالية. عندنا السؤال الخامس، أرسم خطا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر في الجمل الآتية. عندنا المغربي متماسك بثقافته، إذا هذا مبتدأ، مغربي متماسك خبر. عندنا الثقافة مكسب إنساني، إذا الثقافة مبتدأ، مكسب خبر. إذا انتشر الإسلام في إفريقيا، إذا أصلا في هذه جملة فعلية، ما فيها لا مبتدأ ولا فيها خبر، حيث ابتدأت بالفعل. انتشر هنا عندنا انتشر فعل، الإسلام فاعل، في حرف جر، إفريقيا اسم مجرور، ما عندناش هنا لا مبتدأ ولا خبر. إذا جميل. هنا عندنا السؤال السادس، أقرأ الكلمات الآتية وأركب منهما جملتين اسميتين. عندنا هنا الممثلة، إذا صحفي، إذا إبراهيم ماهرة. إذا يمكن نقوله الممثلة ماهرة، إبراهيم صحفي. جميل. بهذا الشكل هذا، الممثلة ماهرة، إبراهيم صحفي. هادو جمل اسمية. عندنا السؤال الموالي، السؤال السابع، أركب جملة اسمية، يعني هذا الشيء من اختيار ديالكم. مثلا أنا كتبت لكم هنا
فاطمة مجتهدة في هذه جملة اسمية. إذن فاطمة مبتدأ مرفوع، مجتهدة خبر مرفوع. إذن فاطمة مجتهدة في هذه جملة اسمية. إذن جميل، دابا غادي نمشيو للسؤال الثامن. إذن أتمم بتاء مبسوطة. تاء مبسوطة بمعنى تاء مربوطة، عفوا تاء مناسبة. إذن أتمم بتاء مناسبة، إذن تاء مناسبة بمعنى كتبو مربوطة أو مبسوطة. هنا عندنا فازت، فازت إذن هذه تاء مبسوطة درناها هنا. علاش؟ لأن فازت فعل. بنت، إذن بنت كذلك تاء مبسوطة لأن هذا اسم ثلاثي ساكن وسط. بتذكرة سفر إلى ساحاتي، إذن جمع مؤنث سالم هتشعل جدنا التاء. وقصباتي كذلك أيضا جمع مؤنث سالم. إذن مدينة، مدينة طنجة، إذن يصح الوقوف عليها هاء. إذن يمكن أن نقول مدينة طنجة، إذن هتشعل جدنا تاء مربوطة. إذن أعيد، فازت بنت بتذكرة سفر إلى ساحاتي وقصباتي مدينة طنجة. جميل. إذن هنا عندنا السؤال التاسع، أملأ الجدول بما يناسب. عندنا الجملة، إذن كلمة تتضمن همزة، نوع الهمزة، تنطق نعم أم لا. إذن أنشر، أنشر إذن كلمة، إذن تتضمن همزة أنشر، إذن نوعها فهي همزة وصل، تنطق نعم. أذن مسلم، إذن أذن هذه هي الكلمة اللي فيها الهمزة، إذن فهذه همزة قطع، إذن تنطق نعم. أذن، أذن، أذن. إذن جميل. هنا اذهب إلى معهد، معهد، اذهب إلى معهد. هنا اذهب إي همزة وصل، نعم تنطق. قلنا اذهب. هنا عندنا حضر، حضر الكاتب، حضر الكاتب. هنا الكاتب همزة وصل لا تنطق، قلنا الكاتب. إذا ما نطقناش الهمزة أحبتي الصغار. إذا بهكا أحبتي الصغار سالينا الحصة ديال اليوم، نتمنى أن يكون الشرح واضح. إذا ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جميع الدروس. كذلك إذا خليو لي جيم الفيديو، إلا عندكم شي تساؤل خليوه لي في بلاصة التعليق، فأنا كنقرا جميع التعليق ديالكم. إذا دمتم في رعاية الله، إلى الحصة المجيئة إن شاء الله.